بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، جعل العلماء ورثة الأنبياء يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يداول بين الحق والباطل في كل زمان من أجل الابتلاء والامتحان، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. والله سبحانه وتعالى رد على أهل الباطل وفند شبهاتهم وضلالاتهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن من بعده، وأنها ستظهر فرق ضالة من أجل أن يقوم العلماء بواجبهم عند حدوث هذه الأحداث، ويبين للناس ما أنزل الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فقام العلماء المصلحون بواجبهم خير قيام، ولم يلتفتوا إلى التخذيل والإرجاف الذي يحاك ضدهم في كل زمان من أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض. ولما ظهرت فرقة الخوارج في أواخر عصر الصحابة، وظهرت فرقة القدرية كذلك، قام العلماء بجهادهم وبيان باطلهم وكف شرهم عن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون سيكون جماعة من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام يقولون بخير قول البرية، يقولون بخير قول البرية ويخرجون من الدين ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين، وزادوا في وقتنا بالتفجيرات ونسف المباني والمصالح وترويع الآمنين، فلا بد من القيام ضدهم وبيان باطلهم وتعرية خفاياهم حتى لا يلتبس أمرهم على الناس بأنهم علماء وأنهم دعاة وأنهم مجاهدون في سبيل الله كما يقوله بعض المخدوعين. فلذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وظفر ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجر من قتلهم، وأعانه على ذلك صحابة رسول الله ومن معهم من المسلمين. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر بقتل البغاة، وهم الذين يخرجون على ولي الأمر ويشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة. أمر قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وأمر الله سبحانه وتعالى بمعاقبة الذين يخلون بالأمن ويقطعون السبيل ويروعون الطرق. أمر الله جل وعلا بإيقاع أشد العقوبات بهم، فقال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كل هذا من أجل حماية حمى الإسلام وجماعة المسلمين وحماية الأمن والاستقرار في بلاد الله من عبث العابثين. فالعلماء في كل زمان وفي كل مكان لا تخلو، ولله الحمد، منهم أرض أو زمان ممن يقوم لله بحجة، وقد يقلون وقد يكثرون، ولكن الله يبقي منهم من يبلغ رسالات الله ويخشى الله ولا يخشى أحدا إلا الله. فلا يجوز الكلام فيهم وأن نتهمهم بأنهم عملاء أو أنهم مدفوعون من قبل ولاة الأمور، أو أنهم إنما يتكلمون إذا قيل لهم تكلموا، بل إنهم يتكلمون ويبينون امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى. وإنما يقول هذه المقالة من في قلبه مرض، ما يقول هذه المقالة من هو غاش لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلينا جميعاً أن نتنبه نحو هذه المكيدة، نحو هذه المكيدة الظالمة. والعلماء رحمهم الله في مقالاتهم وفي مؤلفاتهم وفي خطبهم ومحاضراتهم وفي دروسهم يبينون للناس ويحذرونهم من شر هذه الفتن وشر هؤلاء المفتونين، ويحذرونهم من هذا الفكر المنحرف الذي يروجه دعاة الضلال الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فواجبنا أيها المسلمون أن نتنبه وأن نكف ألسنتنا عن الكلام في العلماء، وأنهم إنما يتكلمون لأجل مصالحهم ولأجل مكانتهم ووظائفهم، كما يقوله أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض. علينا أن نوقر العلماء وأن نحترمهم وأن ندعو لهم، لأنهم ورثة الأنبياء، فمن وقرهم واحترمهم فقد وقر الأنبياء واحترم الأنبياء، لأن توقير الوارث توقير للمورث. هكذا يجب علينا. لقد تكلم جماعة وهم في
غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا في غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بعضهم إلى بعض وكان في قلوبهم مرض، تكلم واحد منهم وقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا ما قصدنا التنقص، وإنما قصدنا حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ويقرأ هذه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا يزيد على هذا. فهذا واجبنا نحو هؤلاء الذين يرجفون ويخذلون ويريدون أن يروج الفكر المنحرف بين الناس، ويريدون أن تفسد عقول شباب المسلمين بهذه الطريقة، ولا نتكلم ولا نبين، وإذا قلنا قالوا: أنتم مدفوعون، أنتم مأجورون، أنتم وأنتم. فليتق الله هؤلاء أن يكون مثل أولئك الذين أنزل الله فيهم هذه الآية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالعلماء، وأن يدعو لهم، وأن يساعدهم، وأن يوقرهم ويحترمهم، فإنهم يقومون بالواجب، وهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم خلفاء الرسول من بعده. فالذي يتنقصهم أو يتنقص واجبهم الذي يقومون به إنما هو متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا، احذروا من أن يهلك الإنسان. الإنسان قد لا يكفر المسلمين، وقد لا يستحل دماءهم، لكنه لا ينكر هذا الشيء، أو قد يحسنه ويقول: هؤلاء أهل خير وأهل عبادة، وهؤلاء مجاهدون، وهؤلاء، فيكون شريكهم ويكون معهم في الإثم والعقوبة وهو لا يشعر. نسأل الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة، وهم يسيرون خلف علمائهم وخلف ولاة أمورهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلى المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وأن يتعاون مع أهل الخير ومع العلماء ومع أهل الحسبة في الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، يكون مع أهل الخير ودعاة الخير ومع ولاة أمور المسلمين ومع علماء المسلمين، حتى يكون من جماعة المسلمين ويكون من الذين تنزل عليهم الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار.
واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم كف عنا طغيانهم وعدوانهم، واجعل ذلك في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أهدهم سبل السلام، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وجلساء السوء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.